السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحوت، واكبر تحيه لمواليد برج الحوت اللي دايما مشرفني ومنورني في كل قراءاتي. طيب يا برج الحوت، تاريخ الفيديو بتاعك 2/8/2022، ده التاريخ بتاعك، التاريخ بتاعك بس علشان مصداقية قناتك، أما قراءتك عامة ومفتوحة وهتنطبق على الجنسين، ولعلك الجزء اللي ينطبق عليك يا برج الحوت ما يكونش غير خير وتفاؤل وفرح وهنا، لأن أنت طال انتظارك يا برج الحوت في الأخبار اللي عندك. فحان الوقت نشوف التبشرات بتاعتك. النهاردة يومك يوم التلات، بإذن الله يكون يوم حلو ويكون يوم سعيد لقلبك والأيامك اللي جاية. مستعجل على إيه برج الحوت؟ بإذن الله هيكون في عندك اكتمال أمر، بس في واحدة ست متجوزة وبالها مشغول بيك جدا، وده اللي ظاهر لك مقدما كده في قراءتك. بس هنشوف مع بعض الرموز بتاعتك والتفسير، وكل اللي هيظهر معانا هنفسره برضو واحدة واحدة بسم الله، ونقول بس فنجانك أصلا بيدل على الخير وعلى النصيب الحلو، وفي نفس الوقت عندكم تبشرات حلوة. أي نعم اللون غامق شوية، بس عندك خير حلو قوي قادم ليك، وعندك أسد وده بيدل على الانتصار. قعدة لطيفة، لقاء حلو، مواجهة حلوة برضو، في حاجة عندكم حلوة هتحصل لكم الفترة دي بينكم وبينكم وبين الشريك، فخلاص الأمور بدأت تتظبط عندكم أو هتبدأوا تظبطوها بنفسكم. انتوا الفترة دي ما بتسمعوش كلام حد، الفترة دي بتتعاملوا أو بتتصرفوا بمعنى أصح من دماغكم، مفيش حد مأثر عليكم ولا حد بتحاولوا يعني خلاص قررتوا ان انتوا تتعاملوا لوحدكم خلاص. وحان وقت ان انتوا تحصدوا من اللي انتوا زرعتوه في حياتكم، حان وقت ان انتوا تشتغلوا. في كمان اخ او اخت او عندكم حد من دمك ولحمك، الحد ده اقدر اقول ان هو ماشي في طريق طبعا مش لطيف، وانتوا بتحاولوا تتكلموا معاه او بتحاولوا ان انتوا تقولوله الطريق ده غلط، الطريق ده ما ينفعش ان انتوا تمشوا فيه، بس محدش بيسمع كلامكم. دايما باصص للسماء، باصص ان انت توصل، وباذن الله هتوصل. طيب بلاش تقعد لوحدك، وبلاش تقعد تفكر في اللي خذلك واللي صدمك واللي كسرك، وتيجي على نفسك وتفضل دموعك على خدك. انت بتقول الحمد لله على كل حاجه، فخلاص طول ما بتقول الحمد لله ما تستناش حاجه من حد. دايما ممتاز جدا ان انت تسحب الطاقات السلبية من الناس، ممتاز جدا ان انت تسمع لشخص بيحكي لك على مشكلة وبتتأثر قوي بالمشكلة اللي هو بيحكيها لك، حتى لو انت ملكش ذنب فيها، بس شاطر جدا ان هو يرمي همومه عليك. عندك كمان حد من ابراج مائية، لحد من الابراج المائيه دي بينك وما بينه فشل او مش عارفين يعني حاسين بالتدمير كده. في كمان تقلب المزاج عندكم، متقلبين المزاج بسرعه، يعني ما بتحبوش الروتين، انتوا من عادتكم ما بتحبوش الروتين، بتحبوا ان انتوا تتعاملوا بسرعه كده يعني المواضيع تخلصوا منها، بس حالتك النفسيه بتقول عليها زفت، حالتك النفسيه تعبانه رغم ان عندك تبشرات حلوة، بس برضو حالتك النفسية مأثرة على حياتك بالكامل، لإما شغل عندك لسه ما جالكش الله أعلم، وفي زعل جوه قلبك. عارف الزعل اللي جوه قلبك ده وعمل لك كارثة كبيرة هو بسبب ايه؟ بسبب ان انت بتتعشم زيادة في ناس، بسبب ان انت بتيجي على نفسك من اجل ناس، بتبقى فاكر ان انت عندهم نمبر ون، بتبقى فاكر ان انت مفيش بعدك تاني، واقل حاجة صغيرة بتبين لك قد ايه ان انت عند الناس دي ولا حاجة، يعني حياتك بتزعل. في كمان هنا كان علاقة على السوشيال ميديا وحصل بلوكات، حصل بلوك بينك وما بينه، هيرجع لك هيرجع لك ما تقلقش، في رجوع عندك لحد بينك وما بينه كانت فترة بلوك او بينك وما بينه فترة متعبة، الفترة الصعبة اللي انت بتقول عليها خلاص انا مش قادرة اتكلم مش قادرة اتنفس، انت ما تعرفش ان الفترة دي ممكن تكون بداية جديدة ليك، ممكن يكون حياة جديدة ليك، في ناس كتير جدا حواليك، الناس دي ممكن تكون بتحاول تطبطب عليك بس انت مش حاسسهم او مش شايفهم بمعنى اصح، ولا حاسس بحد ولا شايف حد من اللي حواليك.
انت دايما بتسعى ان انت تحسن نفسك بنفسك، فخلاص فاهدى بقى وهدي اعصابك خالص. عندك حد من برج القوس، يعني عندكم حد من برج القوس بينكم وما بينه تنازلات، بينك وما بينه مشاكل، خلاص انت قررت ان انت تنفصل عنه. انت خدت فترة اتنازلت عن حقك فيها وسكت، ممكن تكون سمعت كلام زعلك وسكت، عملت حاجات مختلفة بصراحة وزعلت اوي ان انت عملت كده، فلازم تبص لنفسك شوية وتبعد عن الضغوط النفسية اللي انت بتمر بيها. انت مشكلتك ان انت لما بتقفل من حد مفيش حاجة اسمها ارجع له تاني، مفيش حاجة اسمها افكر فيه، بتقفل خلاص انت قفلت. فعشان كده الفترة دي انه مفيش حد حواليك بتعيش اسوأ فترة في حياتك، ولا حد حاسس بيك ولا حد بيكلمك، حتى تليفونك صامت او ما بتمسكوش اصلا او ما بقتش تهتم بيه زي الاول. ليه؟ ان انت خلاص بتقول انا مش عايز حاجة منكم، ابعدوا عني، انتوا ظلمتوني وانا كنت كويس معاكم، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتزعلك على نفسك. في حد مستلف منك فلوس ومش راضي يردها لك، حد كده واخد منك حاجة وكل ما تتصل بيه ما بيعبركش ولا راضي يرد عليك ولا راضي اصلا يكلمك، وانت طبعا ما بتحبش كده، انت بتحب جدا تكون على موعد، يعني انت هتستلف مني او انا هستلف منك، عندك بتحب المواعيد المظبوطة قوي، من شخصيتك ومن جمال حياتك ان انت بتحب المواعيد المظبوطة. ففي مهما تتصل او بتحاول تكلم الشخص ده مش معبرك ولا عايز يتكلمك. اقل كلمة دموعك بتنزل، اقل كلمة دموعك بتنزل. في هنا كمان يعني دموعك نازلة على طول من غير اي سبب، يعني ممكن يكون من تجارب في حياتك او من شيل الهم او حاسس انه مفيش حد، في حاجات يعني انت برضو شايل منها ولسه ما زالت موجودة في حياتك، انت بتحاول خلاص تنسى وتعدي وتعيش وكده، بس في حاجات مأثرة عليك اول الفترة دي. بسم الله كمان ما شاء الله عليك، خلاص انت قررت الفترة دي تعمل حاجات مختلفة، فان شاء الله عندك تحسين كبير عندك وحلول في مشاكل، او في حد بعيد عنك هيبعت لك فلوس، في مشكلة هتحاول تصلحها فهتلاقي فترة ايجابية عندك، في حاجات جديدة هتحاول تعملها فهتلاقي دعم نفسي، اشياء انت شغال عليها. بس دايما اقول لك ما تتسرعش في اي حاجة، بلاش التسرع، اوعى تتسرع في اي حاجة. ليه؟ علشان التسرع دايما بيجيبك ورا وبتندم، ما تزعلش، فبلاش تتسرع وبلاش تبين دايما اجمل ما عندك. باب هيتفتح قدامك، الباب ده بقاله سنين مغلق، بقاله سنين مغلق، الله اعلم هو الباب ايه، بس الباب ده هيكون فيه فترة من الراحة او فترة من المفاجآت او فترة من الدعم اللي انت محتاجه، وهتحل المشكلة. بعض منكم ممكن يكون شغال في عقارات، البعض منكم يكون شغال في حاجة في ورق، حاجة تخص ورق كتير، فان شاء الله بإذن الله هيكون في زيادة في دخلك، زيادة في حياتك بشكل مختلف، زيادة في ليك انت جسديا، في حاجات انت هتحاول تحللها بنفسك. الفترة دي هتعتبر هي فترة مميزة لتوضيح علاقاتك مع الشريك، توضيح علاقاتك مع نفسك، توضيح علاقاتك في حياتك العامة، دي هتكون فترة مليئة. في كمان هنا شخص مناسب هتلاقيه زيك وهتلاقيه شبهك، هتثق فيه بسرعة وهيقف جنبك فعلا وهيدعمك، وهتعزز من إمكانياتك بنفسك وهتعزز من نفسك بشكل كبير وبشكل مختلف. انت الفترة دي اصلا ناوي، فلازم طول ما انت ناوي تتصرف بعقل اكتر، وبلاش تخلي حد يهينك بكلمة، انت ما بتسمحش لحد اصلا يتكلم معاك بطريقة تضايقك، بس بلاش ان انت يعني تسمح اصلا لحد ان هو يتكلم معاك باسلوب يضايقك او ما يليقش بيك، مفيش حد احسن منك. وارجع واقول لك تاني، المشروع اللي عندك هينجح، ومن بعد نجاحه ربنا هيقضي لك حاجتك باذن الله وهتكون مبسوط قوي. فالفترة اللي جاية هيكون في بشرة حلوة، البشرة دي هتخليك تبعد عن اي حد وهتخليك توصل لهدفك وهتشتري، انت طموحاتك عالية اوي.
بس اكتب عن الحاجة اللي بتحصل لك شوية. يعني لو انت عندك مشروع بينجح اكتب، عايز تتفوق عن الآخرين اكتب، عايز تعمل حاجة جديدة اكتب. اي بص، عيش بمبدأ الكتمان والصمت. وعن تجربة، لو عشت بمبدأ الكتمان والصمت فترة قليلة وهتشوف التغيير الجذري لحياتك. فانت الفترة دي جايب ورقة وقلم وكاتب كل الحاجة اللي انت عايز تحققها. مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. احلم، طول ما انت بتحلم طول ما هيكون عندك عزيمة وقوة. وما تسلفش حد فلوس تاني، اللي يزعل منك يزعل، محدش يستاهل، محدش يستاهل. اقدر اقول لك كمان ان انت الفترة اللي جاية دي هتكون فرحان قوي بنجاح حد من عيلتك، في حد هينجح، في حد هيكون مبسوط في حياته، حد كده هياخد قرار، او حد كده انت بتحبه هينجح الفترة اللي جاية دي، هيعيش فترة حلوة. وان شاء الله بإذن الله كمان هتلاقي لم كده الفترة دي، كمان كده هتقعد قعدة حلوة زي ما قلت لك مع عيلة او مع ناس، وفي هدية، في تبادل هديات، او انت هتقدم لحد هدية. في حظ حلو عندكم الفترة دي، حظكم حلو، بتشتغلوا زي ما قلت لكم، مازال معنوياتكم عايزين ترفعوها بأي طريقة، أو مازال في حد عندكم هيرفع معنوياتكم بنفسه، هيقف معاكم وهتحسوا بالتجديد. انتوا فعلا الفترة دي مستنيين أي تجديد، بس لو انتوا طلعتوا من اللي انتوا فيه ده لازم تغيره، لازم تستقره. يعني ما يبقاش دايما اللي على قلبكم وعلى لسانكم. معروف عنكم ان انتوا بتكتموا، بس الفترة دي انتوا مش كاتمين حاجة، فده بيدل ان انتوا برضو من الناس المركزة معاكم. بقالك فترة عايز تحقق حلمك، بقالك فترة في حاجات متصعبة عليك، يعني كل ما بيك خلاص. فانت لو كتمت شوية وما حكيتش عن اي حاجة تخصك هتلاقي الفترة اللي جاية سليمة. في كمان الفترة دي اقدر اقولك انه في فلوس عندك. ما هي انت عندك ثلاث حاجات، لاما في فلوس جاية لك، لاما انت منتظر فلوس، لاما انت مسلف فلوس او عايز تستلف فلوس. انت هتطلع البرج، يعني لإما انت هتزور البرج او هتطلع البرج، او هيكون عندك ازدهار بنفسك الله اعلم، بس انت هتطلع البرج وهتكون مبسوط جدا جدا، وهتحس خلاص انت عندك برضو غشامة على وشك. الغشامة اللي على وشك دي مخلياك مش شايف قدامك مستقبلك بإذن الله. بإذن الله لا يعلم الغيب إلا الله، هيكون جميل جدا، هتكون عندك ازدهار. بس الفترة دي ما تزعلش مني اقولك ان انت مصدع شوية، او بتفكر وضغط على نفسك في تفكير قوي، وانا قلت لك بلاش التفكير الزايد اللي عندك ده، علشان خاطر محدش نفسيته بتتعب غيرك انت. وبلاش دايما اقول لك ان انت تاخد كل حاجة على اعصابك. هتفضل لحد امتى اخد كل حاجة على اعصابك؟ انت مكبر ناس ما تستاهلش، وده اللي عامل لك وجع دماغ وحيرة اليومين دول من الضغوط بس النفسية اللي عليك. عندك هنا كمان حاجة انت مستني تسمعها، حاجة تخص حد مستني تسمعها، او عندك امور مستني بأي طريقة الامور دي يعني يكون فيها خير. في كمان حاجة هتنجح فيها اول الفترة دي، ده اما نجاح في دراسة، لاما نجاح في مشروع، في امور بتقاعد في بيتك او قاعد في مع نفسك وبتحاول ترتبها. الفترة دي كمان انت مهووس قوي بحب حد، او انت بتحب حد زيادة عن اللزوم في حياتك. كمان الفترة دي انت قررت وخلاص خدت القرار ان انت هتبدأ صفحة جديدة، صح؟ هتبدأ صفحة جديدة في حياتك، لاما هتبدأها مع نفسك، لاما هتبدأها مع ناس حواليك الله اعلم، بس انت حرفيا هتبدأ صفحة جديدة، وصفحة هتكون حلوة. في حد عندك بيعاملك كده بتجاهل، يعني بيعاملك كده وهو اصلا حاطط مناخيره في السماء. الحد ده موجود عندك بيعاملك كده بغرور، بتكبر، دايما حاسس ان انت اقل منه، او دايما هو حاسس ان هو احسن منك على ايه، مش عارف يعني انت على ايه فعلا مش عارف. بس برضو انت مش فارق معاك اي حاجة، ولا اي حاجة شغلة بالك. ليه بتقول خلاص الفترة اللي جاية دي هترتاحوا؟
هترتاحوا في ايه؟ انه انتوا هتبعدوا عن اقرب الناس ليكم، هتبعدوا خالص، هتقولوا خلاص انا اقرب الناس ليا هم اللي جايبين لي الم وجايبين لي تعب نفسي وجسدي، فانا مش عايزه خلاص. يؤسفني برضو ان اقول لكم ان انتوا ثقتكم بنفسكم اتهزت شويه، بس يعني خلاص بداتوا تعالجوا الامر، بداتوا تعيشوا او حاولتوا بقدر المستطاع تعيشوا في سلامه. في لقاء حلو، اللقاء ده اقدر اقول لك ان انت هتتعرف على حد شجاع، حد كده مجرد ما تشوفه الفترة اللي جاية هيدخل قلبك على طول من غير اي سبب ولا من غير اي تفكير، هتحس كده ان هو ده الشخص اللي انت بتدور اللي انت بتدوري عليه او اللي انتوا عايزينه، هتحسوا كده بحاجة جديدة، حاجة كده تغمر قلبكم بمعنى اصح. فطاقة القلق وطاقة الحيرة اللي عندكم دي دايما تطلعوا منها. بصوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، ازدهار بثقة بالنفس برضو، راحة من بعد التعب. رقم 7 ده بيمثل لكم حاجة او ذكرى في حياتكم، انتوا اللي هتقدروا تقولوا، بيمثل لكم حاجة حلوة. ممكن كمان يكون بعد 7 ايام، 7 حاجات معينة، 7 ساعات، 7 ايام، في بشرة، في كلام. رقم 7 ده بيميز لك حاجة حلوة. بس كمان عايز اقول لك ان انت في حد متراهن معاه او حد متراهن معاك على حاجة. العينين هم موجودين عندك في حياتك بشكل كبير جدا. بتحاول تحرر نفسك من ناس، وفي حد انت عمال تنصح فيه وتقول له خلي بالك اللي انت بتعمله ده غلط، خلي بالك انت ما ينفعش تعمل كده. برضو في دايرة مقفولة عليك، الدايرة اللي مقفولة عليك دي مفتاحها في ايدك بس انت مش عارف تستغله، وعشان كده قررت تمشي، قررت تهرب، قررت تخلع. لأ، المفتاح في ايدك، دايرة المفتاح في ايدك. يعني لو انتوا عايزين حاجة معينة في حياتكم، ابسط حاجة لو انتوا شاكين في الشريك، ما ينفعش تروحوا تقولوا للشريك احنا شاكين فيك، ما ينفعش تبينوا احتياجاتكم، لا هاتوها بطريقة تانية. وعلشان كده انا بقول لكم المفتاح في ايدكم، ما تضيعوش المفتاح من ايدكم بسبب ان انتوا ممكن تكونوا انتوا مشكلتكم في غيرتكم، غيرين او يعني في الغيرة بتاعتكم بتكونوا مش شايفين قدامكم، انتوا غيرتوا خلاص بتنفجروا، يعني لما بتحبوا قوي دايما غيرتكم بتكون سابقة حتى كلامكم، فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي. الشريك بيحبك بس وراه تعابين، الشريك بيحبك بس وراه ست خبيثة، وراه ست عمالة تزن على ودانه، فما تبقوش انتوا والزمن على الشريك. ياريت تهدوا اعصابكم شوية وتشوفوا كل حاجة بتدور حواليكم ازاي وبعيون مختلفة. برضو في حد واقف بيشد فيكم، لإما كوابيس مزعجة وبتصحوا مخنوقين، لإما في حد عندكم واقف بينكم وما بين حلمكم. الحد ده كبير في السن، يعني كبير عندك في السن، واقف كده ومتعلق بيكم، بيقول لكم لأ ما تمشوش في الطريق ده. دايما بيجي لك شعور يعني من وقت للتاني ان انتوا مش عايزين تكملوا في حياتكم العاطفية، ان انتوا لأ يعني خلاص انتوا بتقولوا ده هو ده الشريك المناسب، لا احنا نكمل. فجأة كده بتلاقوا نفسكم عايزين تختفوا، تقولوا لا احنا عايزين نبعد ونمشي. فرحة طال انتظارها، فرحة هتدمع ليها العين عندكم في بيتكم. نفسيتكم بدأت تتحسن الفترة دي او هتتحسن بسبب ان هيبقى عندك تغيير حال، والهموم والمشاكل اللي على الفاضي وعلى المليان دول، اللي على الفاضية وعلى المليانة عندك، هتبدأ مش هتنسحب منها طبعا وهتمشي لأ، بس هيبدأ يكون في تجديد، تعزيز، حاجة جديدة. انت دايما بتقول يا رب بشرني بالخير، يا رب انا فعلا تعبت بس خلاص. فانت الفترة دي حرفيا
عايز تهرب من اي حاجة وخلاص، يعني انت عايز تشيل من دماغك عايزين تشيلوا من دماغكم فكرة الارتباط او فكرة الزواج، يعني خلاص من كتر ما دخلت في علاقات كتيرة جدا مش كويسة، فخلاص الفترة دي بدأت ان اي حاجة تعمل لك ورطة او اي حاجة تعمل لك مشكلة او اي حاجة تكون سبب رئيسي في زعلك بعايز تمشي من غير ما تفكر او من غير ما تتكلم، بتقول لا انا همشي انا مش هقعد، انا ايه اللي يخليني اقعد في علاقة هتتعبني؟ ربنا هينصرك في الوقت المناسب اللي انت هتكون خلاص نيتك صافية، فما تقلقش خالص، انت بدأت تعمل حاجات كتيرة، بدأت تتملك اكتر في حياتك، يعني لو كان الفترة اللي فاتت العقل هو المتملك فيك وهو اللي مسيطر، الفترة دي خلاص يعني خلاص يعني بدأت ان انت تعمل حاجات كتيرة جدا. من كام يوم ممكن تبقى يعني من يعني انتوا اللي يشوفكم مثلا ايه، يعني من كام يوم بالظبط كان في عندكم شوية نظافة، مش نظافتكم انتوا شخصيا، لا نظافة في بيتكم، نظافة في تجديد في بيتكم، بتحاولوا تجددوا حاجة، يعني لا اما بتنظفوا لا اما بعض منكم شال فرشة البيت وبينظف، وبعض منكم عايز يجدد، بعض منكم عايز يصلح، انتوا ناويين على حاجة تعملوها او بدأتوا تعملوها. من نصيبكم انتوا دايما بتحبوا الضحك والهزار، بس دايما بتتفهموا غلط مع ناس غلط، ليه؟ علشان انتوا اللي مورطين نفسكم في ناس ما تستاهلش، يعني انتوا حاولوا تطلعوا من اللي انتوا فيه بنفسكم وما تستنوش حد الفترة دي يعاملكم بمزاجه، لا انتوا اللي تعاملوا كل الناس بمزاجكم. علاقة أبدية برضو عندكم في حياتكم هتكون حلوة. دايما اقول ان انتوا جوه قلبكم شوية زعل، رغم انه واثقين من نفسكم بس برضو في شوية زعل موجودين، مازال موجودين، بتبينوا ان انتوا كويسين وان انتوا حابين الحياة بس برضو في شوية كلام خانقكم. قلبكم طيب قوي ما يستاهلش كل اللي بيحصل فيه ده، بس اهدوا بقى شوية وحافظوا على كبريائكم، انتوا عندكم خط احمر كبريائكم، مفيش حد يجي على كبريائكم، مفيش حد يجي على مشاعركم، يعني ممكن تسمحوا لأي حد ان هو ايه يتكلم مش عارفة ايه، بس فعلا ما بتسمحوش ابدا لحد ان هو يلعب بالمشاعر او ان هو يكون شخص كذاب منافق. يعني بدأتوا تغيروا، بدأتوا تعملوا حاجات كتير، بدأتوا تسعوا، بدأتوا تقفوا على ارض صلبة، عندكم وقوف وهتحمدوا ربنا. كمان عندكم حاجات متعلقة بكم انتوا شخصية، فدايما اقول لكم ان الفترة دي حرفيا انت مش بتاخد راحتك في النوم، مش بتاخد راحتك اصلا في الحياة، حاسس انه في تأثير على جسمك، حاسس انه جسمك وجعك، جسمك كده حالتك، رغم ان حالتك النفسية بدأت تتحسن، وطبعا ده بعد خروج من الاكتئاب، خروج من الوحدة، خروج من العزلة، خروج من الطاقة اللي انت فيها، يعني برضو يعني انت مش هترتاح وانت ما هتكونش عملت حاجة في ماضيك، بالعكس انت تعبت في الماضي، فربنا بإذن الله هيكافحك وهيبعد عنك الاشخاص الحاقدين واللي مركزين قوي في حياتك. تغيير السكن ده 100% هيكون لصالحك الفترة دي. كمان بعض منكم عايز يشتري تليفون، البعض منكم عايز يروق على نفسه، بيقول خلاص انا نفسيتي تعبت، عايزين انتوا لو ما لقيتوش حد يعزمكم انتوا ممكن تعزموا نفسكم، هتعزموا نفسكم على خروجه، على اكل، على حاجه حلوه باذن الله في حياتكم، وبرضه هتبشركم بالخير العاجل المتكامل عندكم.